سؤال كده احمد هسأله لك عشان تجاوبني عليه بكره. لا هم يجيبونا بقى الناس، عايزين نسمع المبادئ منك. والاخلاق، المبادئ والقيم تتعلق بالاخلاق ولا بقدرتك على الافلات من القانون؟ عارف الاجابه جت منين؟ جت الاجابه من رفاق احمد نضال في سله الزمالك تحت 16 سنه. تعال نشوف رفاق احمد نضال وفريق سله الزمالك تحت 16 سنه وهم بيجاوبونا على سؤال مهم جدا عن المبادئ التي تستمد من الاخلاق في 100 عقبه. اما بنحب نتكلم في تقرير ريتويت عن المواقف المثاليه في الزمالك، وبنلجأ دايما للنجوم الكبار والتاريخيين سواء في الادارات او الاجهزه الفنيه او رياضيين من نادي الزمالك، في محاوله مننا دايما للتركيز على تلك التصرفات والمطالبه باعاده انتاجها لايماننا التام ان تاريخ الزمالك طول عمره مليان بالقيم والمثل العليا من غير كذب وتزييف وتمثيل. فزي ما بنلجأ للتاريخ البعيد والقريب، بيكون شيء جميل لما الواقع قدام عينيك بيأكد دايما على صدق نظرتنا للأمور، وبيحصل قدام عينينا حاليا تصرفات بتأكد المعنى الحقيقي للأخلاق الرياضية المتجذرة في 100 عقبة. ومفيش أجمل حتى كمان إن التصرفات دي ما تكونش بس من كبار النادي، قد ما تيجي من ناشئين صغيرين قانونيا يعتبروا أطفال، لكنهم أطفال بأخلاق 100 عقبة الرياضية، اللي فاهمين معاني التنافس الرياضي الشريف. وحط تحت الشريف 100 خط، فريق السلة في الزمالك تحت 16 سنة اللي فقد فرصة المنافسة على لقب الجمهورية بتفاصيل بسيطة جدا وبهامش بسيط في أول ماتشين من 5 ماتشات خاض آخر ماتشاته وهو بدون أي فرص في المنافسة، وخسرته آخر ماتش قدام سموحة ما كانتش هتعني للفريق شيء، بالعكس كانت تتوج سموحة بالبطولة وتقضي على أي آمال للمنافس التقليدي للزمالك في التتويج بالبطولة. لكن رفاق أحمد نضال لعبوا مباراة كبيرة بشرف وفازوا على سموحة علشان أولا يثبتوا للكل قد إيه هم متميزين ويقدروا يكسبوا أي حد بما فيهم الفريق اللي كان قبل ماتشاتهم كسب كل ماتشاته، وثانيا لأن مفهوم التنافس مع المنافس التقليدي مفهومه هو محاولة التفوق عليه رياضيا في الملعب، بعيدا بقى عن أساليب الخطف والتلاعب وعرقلة أي فرص للتنافس خارج الملعب اللي للأسف اتعودنا على مواجهتها والبعض بيحطها تحت اسم الشطارة. يا باشا ربنا يبارك حضرتك، احنا والله تعبنا، المفروض كنا ناخد الجمهورية بس ربنا ما وفقناش اول ماتشين، يعني الحمد لله عورنا 3 ماتشات تانيين، خدنا مركز رابع، يعني كنا انا شايف نستاهل اول بس ربنا ما وفقناش اول ماتشين بقى، بس الحمد لله يعني الفرقة اللي كسبت كل الفرق، احنا لسه مدينا بتاع 20 بونت، فيعني احنا ورينا الناس احنا فرقتنا دي هتعمل ايه، من احنا المفروض نستاهل الجمهورية بس ربنا ما وفقناش، وان شاء الله السنين الجاية مبسوط طبعا، يعني شرم عايزين نكسب خلاص الصراحة، بس هم كانوا عايزين نكسب برضه عشان يكون ليهم في الجمهورية، الحمد لله كسبنا. و لما بتيجي كلمة مبادئ قدام عينيا دايما بفتكر سؤال فلسفي عن المبادئ، وهل هي أمر يتعلق بكود أخلاقي بتلزم بيه نفسك ولا بقدرتك على تجنب الإدانة القانونية؟ أعتقد أحمد نضال ورفاقه أجابوا بسهولة عن ارتباط المبادئ الحقيقية بالأخلاق. خسارة الماتش واللعب بتهاون مثلا هو أمر لا يمكن أن يعاقبك عليه القانون، زيه زي خطف اللاعبين بالتهريب والكباري والثغرات وكسر العقود السارية، ولكن بتكون كاشفة هنا للزيف والادعاء إلا ممن لم يعرفوا أبدا معنى أن يكون لديك قيم حقيقية تتعلق بأخلاقك أنت ومحاولتك دائما حصر المنافسة داخل الملعب وليست قدرتك على هدم منافسيك من خلف الستار والادعاء أنك لم تكن أبداً طرفاً.